أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ حسن عبد الله بكر، أستاذ باحث بجامعة الملك فيصل وعميد كلية العلوم والتقنيات الهندسية. أهلا وسهلا. كما اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الثاني في هذه الحلقة، هو الأستاذ عباس محمود طاهر، إعلامي والأمين العام النائب لاتحاد الصحفيين التشاديين. اهلا وسهلا بك استاذ عباس. اهلا وسهلا استاذ علي. اعزائي المشاهدين، يعتبر الانترنت بمثابه قفزه هائله ونقله نوعيه للانسان، وهو عباره عن شبكه عالميه من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس بالاتصال او التواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكه الممتده الى جميع ارجاء الارض بوسائل بصريه وصوتيه ونصيه مكتوبه وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان دون قيود المسافات، وتتحدى في الوقت نفسه سيطرة الرقابة الحكومية. وتكمن أهمية الانترنت في أنه يسعى إلى الارتقاء بالإنسان إلى أفضل المستويات العلمية والتطوير العملي والتعرف على أصدقاء جدد للتبادل الفكري ووجهات النظر. بل إن شبكة الانترنت تعتبر مخزنا كبيرا للمعلومات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى استفادة الشعب التشادي من خدمات الانترنت؟ وما هو وضع وسائل الإعلام التشادية من الشبكة الأنكبوتية؟ أعزائي المشاهدين، هذا ما سنناقشه بمشيئة الله مع ضيفي الكريمين في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار بمشيئة الله خلال ساعة كاملة إن شاء الله. أستاذ حسن، لو بدأنا معك الحديث، ما هو موقعنا في تشاد من عالم الانترنت؟ في البدء حقيقة نشكرك أخي علي الفاضل على الإضافة، على الاستضافة في هذا البرنامج الشيق، البرنامج الحواري الذي يحقق أهداف علاج مشكلات المجتمع التشادي. قضية الإنترنت بشكل عام قضية مهمة جدا، وقضية يجب أن تأخذ طابعا تنفيذيا وعمليا. الإنترنت منذ إنشائها عام 1969 كان الغاية الأساسية منها تواصل المعلومات والبيانات واتصال ما بين مجموعة ناس. إلا أن دخول الإنترنت في تشاد حسب الدراسة السابقة التي أجريتها وبحثت عنها، وجدت أن دخول الإنترنت دخل حديثا إلى تشاد في عام 2000. ولكن حتى هذه اللحظة نحن لم نستفد من خدمات الإنترنت بصورة علمية وبصورة جيدة لعدة أسباب. السبب الأول كان في البداية لعدم وجود الكهرباء كما هو معلوم، والآن بفضل الإخوة في شركة الكهرباء من جعل الكهرباء بشكل جيد وبصورة مستمرة، بدأ استخدام الإنترنت بشكل أفضل في خلال السنة الماضية فقط بشكل أفضل. إذا لاحظنا من خلال السؤال ما موقعنا من الإنترنت، نسبة الاستخدام، إذا رأينا نسبة الاستخدام ضئيل جدا بالمقابل للفائدة من الإنترنت. إذا رأينا استخدام الإنترنت نجد المستخدمين لا يتجاوز 10% مستخدمين الإنترنت. هذه دراسة قمت بها ومن خلال الأبحاث وجدت من مجموعة الشركات ومزودي خدمة الإنترنت نسبتها ضئيلة جدا. يعني إذا كنا 10 مليون مستخدمين 1 مليون فقط، وكل الاستخدام في مجال معين فقط. وبالتالي يعني الاستفادة ليست كما يجب. أيوة. شكرا. ده كمدخل للحلقة، وإن شاء الله سنرجع لك في ثنايا هذه الحلقة. أستاذ عباس، هل نحن في تشاد بحاجة للإنترنت في الوقت الراهن؟ ولما لا، إذا كان الإنترنت أصبح مثله مثل الخبز اليومي، يعني حيث أنه أصبح جزء من يومياتنا، ونحن نعيش في عالم يموج بالتطورات المتلاحقة والمضطردة في مجال التقنية الجديدة للاتصال والإعلام اللي هي التيك،
فلا يمكن طبعا أن نعيش بمعزل عن هذا العالم ونحن نؤثر ونتأثر في هذا العالم. عليه نحن بحاجة إلى الإنترنت، رغم أن لديه إيجابيات وسلبيات، لكن نحن بحاجة إلى النت. نحن بحاجة إلى النت، لكن ما هو الأثر اليومي للإنترنت إذا كان لاحظت في الساحة الشادية؟ والله الأثر هو مثل المجتمع الكادي، مثل أي مجتمع آخر. الإنترنت قلنا قبل قليل أنه يعني لا مفر منه، وبالتالي أحدث تغييرات كثيرة أو جذرية في حياة الناس. اختصر المسافات واختصر الزمن والتكاليف والجهود، وأصبح العالم كله، أنا أحب أن أقول أنه غرفة واحدة وليس قرية كونية واحدة. وبالتالي في تشاد أيضا التشاديين يستخدمون النت، رغم العدد القليل أو النسبة البسيطة التي تستخدم الإنترنت. تستخدمه كثيرا في التواصل الاجتماعي، تستخدمه في الجانب الإداري، تستخدمه في مجال البحث العلمي، تستخدمه في مجالات وأغراض متعددة. وبالتالي أستطيع أن أقول أن ساهم الإنترنت في رفع مستوى الوعي والثقافة والاطلاع والمواكبة والتواصل ما بين الأفراد. نعم أستاذ حسن، بصفتك كعميد لكلية العلوم والتقنيات الحديثة، كلمة التقنيات جاءت في عنوان كليتكم، ولكن كثير من الناس حتى المثقفين يخلطون بين الإنترنت والتقنيات، هل الإنترنت هو التقنيات ولا هناك في فرق بين التقنيات والإنترنت؟ حقيقة هذا سؤال جيد. التقنية موجودة منذ العصر القديم جدا، فالتقنية منذ أن بدأ الإنسان أن ينتقل ويسافر ويتباعد من الإنسان جاءت مفهوم التقنية. التقنية هي عبارة عن مجهود بشري لوجود آلات، وجود أشياء حديثة بتربط ما بين الإنسان والآخر. إذا رأينا في العهد القديم وجود التلفون تعتبر تقنية، التلفزيون كذلك تقنية، والتقنية تدخل في مجالات عدة. وإذا رأينا من ناحية للتقنية عناصر، التقنية الإنسان عنصر، الأدوات عنصر، والمواد. إذن بالتالي ثلاثة عناصر مهمة جدا لتكوين مفهوم التقنية. الإنترنت كذلك تعتبر تقنية، ولكن تقنية حديثة ظهرت في الألفية الجديدة، وبالتالي تقنية حديثة أحدث من التقنيات السابقة، لأنه من أهداف التقنية تقليل الجهد، تقليل التكاليف المالية، و إيجاد السبل الأمثل لإراحة الإنسان. إذا بالتالي التقنية كل ما استخدمنا الإنترنت كل ما كان استفدنا من التقنية بصورة جيدة. إذا الإنترنت تعتبر جزء من، أو هي تعتبر تقنية حديثة نعم كتقنيات التلفون والتلفزيون وهذه التقنيات الأخرى كلها. جميل جدا أستاذ عباس، حقيقة كما قلت في حديثك أن العالم كله أصبح اليوم عبارة عن قرية واحدة بفضل الإنترنت. الشباب في الدول الأخرى سواء دول أوروبا أو حتى الدول العربية الآن يستخدمون الإنترنت، يعني ممكن نقول أنهم مدمنو الإنترنت، ولكن بالنسبة لنا هنا في تشاد المشاهد أن طلاب الجامعات وطلاب الخريجين الدول الأخرى أو التشاديين الذين درسوا في الدول الأخرى الآن بدأوا هم أيضا يلحقون برب هؤلاء الشباب في الدول الآخرة، ولكن ما مدى تقبل الشباب التشاديين الذين لم يسافروا يوما خارج تشاد، ما مدى تقبلهم للإنترنت والتعامل معه؟ أولا الإنترنت أزالت الحدود وقضت على القيود واستباحت الأشياء التي كانت مقدسة، وبالتالي لا يوجد فرق بين الشباب الذين هم هنا في تشاد أو الذين هم خارج تشاد. كما قلت قبل قليل هم في كوكب واحد، وبالتالي يتأثرون ويؤثرون. النسبة قد تكون ضئيلة، ولكن يعني بالنسبة من حيث المدى أن تأثر الشباب بهذه التقنيات نجدهم موجودين في شكل مجموعات، سواء كان على الفيسبوك أو على التويتر أو على واتساب وغير ذلك من منصات التواصل الاجتماعي، يعني يتفاعلون ويعطون ويأخذون. يعني فهي ميزة هذا العصر التقنية هذه، لا يستطيع أحد أن يكون بعيد عنها. فالشباب التشادي مثله مثل الشباب الآخر في العالم، في دول بدأت العالم الأخرى، هو أيضا وإن بفترة متأخرة أو إن بنسبة أقل، إلا أنه يعني
متأثر بهذه التقنيه. نعم، في بعض الناس يرى ان الشات الوم اغلى دوله او الانترنت في شات الوم من اغلى انترنت في دول العالم مقارنه بدول حتى الجوار، حتى دوله السودان اذا كان صح لنا التعبير. هل ممكن غلاء الانترنت ده ممكن ان يشكل عائق لبعض الناس الذين يريدون ان يتواصلوا مع الاخرين؟ تماما، لان كل ما كان الانترنت ارخص كان المستخدمين له كثر، وكل ما كان الانترنت اغلى كان المستخدمون له اقل. عمليه تناسبيه او ترضيه يعني. تكلفه الانترنت تساهم في انخفاض تكلفه الانترنت تساهم في انتشار الانترنت، بالاضافه الى اننا نعاني ايضا عامل اخر هو عامل الاميه الالكترونيه. هناك اميه القراءه والكتابه ايضا موجوده، ولكن بالاضافه اليها الاميه الالكترونيه وضيف عليها التكاليف. المهندس اشار قبل قليل الى مشكله الكهرباء وان حلت بشكل جزئي، فهذه كلها عوامل ساهمت بشكل او باخر في يعني ان تكون النسبه متدنيه. زيد على ذلك يعني قلنا التكلفه العاليه للانترنت والضعف الشبكه نفسها، احيانا ممكن تشتري الميجا بايت لكن تلقى النت ضعيف، فهذا يساهم ايضا في العزوف نوعا ما عن استخدام هذه التقنيه بشكل متواصل او كما في الدول الاخرى. انت ذكرت الشباب الاخر مدمنون الانترنت الذين يصبحون على الانترنت ويمسون على الانترنت، فهذا الطوفان او السيل الجارف من التطور التقني هو مر بنا وين بنسبه اقل يعني. نعم، جميل جدا. هل لديك إضافة على هذا الكلام الذي قاله الأستاذ عباس بالنسبة لاستخدامات الانترنت وغلاء الانترنت في شات؟ أنا بالنسبة في رأيي الانترنت غالي لعدة أسباب. طبعا السبب الرئيسي عدد المستخدمين بسيط جدا، عدد المستخدمين بسيط، وبالتالي شركات المزودي خدمة الانترنت هم شركات يعني شركات استثمارية، وبالتالي حسب المستخدمين إذا كان عدد المستخدمين كثر بالتالي بيقلل من التكلفة. بالتالي ده سبب كل ما زاد العدد كل ما زاد التمن. بالضبط، كل ما زاد عدد المستخدمين كل ما قل سعر التكلفة. إلا أن معظم المستخدمين حاليا إذا رأينا بشكل عام هم طلاب جامعة يستخدمون الإنترنت أو تلاميذ المؤسسات الثانوية أو الإعدادية. بالتالي أغلب الاستخدام في مجال ضيق جدا، معظمها في مجال البحثية أو مجال التواصل الاجتماعي. هذه معظم الناس يستخدمونها في مجال الإنترنت فقط. على ذكر الكلام الذي قلته بالنسبة لتوظيف الإنترنت في الجانب التربوي، بالنسبة لتوظيف الإنترنت بالنسبة لطلاب الثانويات طلاب الإعداديات هنا في تشاد، كيف يتم توظيف الإنترنت حتى يستفيد منه طلاب الثانويات؟ في الحقيقة توظيف الإنترنت في المجال التربوي نحتاج إلى توعية من القمة إلى الأدنى. يبدأ التوعية من الأساتذة، من الإداريين، من المعلمين في المقام الأول. نلاحظ فاقد تربوي في مجال تقنية المعلومات من الأساتذة، من المعلمين، أولياء الأمور، بالتالي فقدونا التعامل مع الانترنت، وبالتالي عزوفهم ابتعادهم من الانترنت لعدة أسباب، بقولهم أن الانترنت هي أمور شبابية وهم بعيدون عن هذا المجال، وبالتالي مما يؤدي سلبا في استخدام الشباب بالانترنت بصورة سيئة. لأن الانترنت سلاح ذو حدين، يمكن أن تستفيد منه في مجال وممكن أن تخوض في معارك الجوانب السلبية بشكل كامل إذا لم تجد توجيها جيدا. وبالتالي يعني أنا أجد يمكن أن نوظف الإنترنت في مجال التربوي، ولكن نحتاج إلى نبدأ من المعلمين ومن الأساتذة من أولياء الأمور أن يتعلموا الإنترنت بشكل جيد. هو أستاذ، عدم توظيف الإنترنت أو الاستفادة من الإنترنت في مؤسساتنا التربوية هو يرجع إلى كون المدرسين والمعلمين والإدارة جهلة بهذا الإنترنت؟ وفي الغالب نرى أن الإنترنت إذا جينا كشكل عام نجد أن الإنترنت وتعامل الإنترنت بالنسبة للمدرسين فقط لمدرسي في مجال التقنية، في مجال الحاسوب، وبالتالي المدرسين في مجالات أخرى في التخصصات الثانية حتى لا يستخدمون الإنترنت.
بالتالي يقولون يعني واحد حتى لا يستطيع أن يفرق ما بين المواقع والبريد الإلكتروني، بالتالي هذه الأمور كلها بتسبب مشكلة. وغالبا ما نراه في بعض الطلاب في تقديم الأبحاث، فالطالب يطلب منه بحثا، وبالتالي يعني أقرب طريق وأسهل طريق للوصول إلى البحث الساهل ما يسمى بشيخ جوجل. نأتي إلى شيخ جوجل في ثنايا الحديث إن شاء الله. أستاذ عباس، بالنسبة لنا نحن هنا في تشاد، وخاصة أنت كرجل إعلامي والآن في اتحاد الإعلاميين أو اتحاد الصحفيين التشاديين صح التعبير، الملاحظ مؤسسات دول العالم، أقصد المؤسسات الإعلامية، كل مؤسسة يتبعها موقع أو كل مؤسسة معها موقع إلا تشاد، هذا ما رأيناه في الساحة التشادية نادر جدا. ما السبب الذي ترك أن لا صحيفة لا جريدة لا مجلة لها موقع معترف مستحدث؟ حاشا البعض طبعا، في بعض جزء إلا النذر القليل صحيح. يعني في جزء بسيط الوكالة التشادية للأنباء عندها موقع، وأنتم هنا في الهيئة الوكالة التشادية للأنباء هي حكومية أصلا. نعم في بعض الصحف الخاصة أيضا لديها مواقع، لكن الهجرة أو الانتقال أصلا من الورقي بالنسبة للصحف إلى الفضاء الإلكتروني هي يعني مشكلة عالمية. كثير من أمهات الصحف، الكبريات الصحف على مستوى العالم تدق الآن ناقوس الخطر حول إما أن تواكب هذه الموجة، موجة الهجرة نحو الرقمية والفضاء الإلكتروني، أو الاندثار. وهناك صحف أعلنت يعني إيقاف عن الصدور، وبالتالي كما ذكرنا في بداية الحلقة أننا نتأثر بما يحدث في العالم، فنحن يعني أيضا مجبرين على أساس نواكب. سؤالك بالنسبة لي لماذا لا توجد يعني صحف أو مؤسسات إعلامية تواكب، فهذا شيء صحيح، ويعني يستمد أو ينبع ذلك من يعني تطور كل مجتمع، كل صحافة يتماشى مع تطور المجتمع نفسه. احنا تاريخنا الصحفي يعني قصير جدا، يعني صحافة خاصة انتشرت لا يفوت العقدين من الزمن صحيح. وفي قلة الامكانيات، في قلة الموارد البشرية، في حتى تدني نسبة المقروئية وضعف القوة الشرائية بالنسبة للجمهور، كلها عوامل ساهمت حتى دون الحلول دون انتشار النسخ الورقية نفسها. صحيح. يعني النسخ الورقية تنتشر في بعض المدن فقط، سواء كانت بالعربية أو بالفرنسية. وناهيك عن كونها تواكب إلكترونيا، لكن هذا طبعا ليس مندوحة بالنسبة للصحافة العربية أو الصحافة التشادية بشكل عام أن تتخلف عن الركب. لابد أن تواكب، وإلا سيفتح القطار. لكي تواكب لابد أن تكون لديها دراسة للمستقبل، بأن لابد أن يكون لديها تواجد، خصوصا الجمهور الآن لم يصبح فقط جمهور تشاد أو جمهور إنجمين، إنما الفضاء الإلكتروني يتيح لك مساحة شاسعة أنك تكون مقروء في أماكن بعيدة، وأن تسمع إذا كنت إذاعة أو ترى إذا كنت تلفزيون في عبر قارات العالم، بدلا أن تكون محصور في مدينة معينة. إذن الصحافة التشادية مطالبة بأنها تواكب مع ظروفها التي تمر بها، لابد أن تواكب، لابد أن تنتقل إلى هذا العالم. لكن بعض الإخوة في الإعلام يقولون إن لديهم حجة، يقولون إن حتى ولو فتحت موقعا لا أحد يخش في الموقع أو لا أحد يدخل في الموقع إلا قلة من الناس يقرؤون أو يدخلون في الموقع، هذا سبب واحد. السبب الثاني، حتى ولو فتحت موقع، أن عدم وجود الانترنت الكافي في تشاد، عدم وجود انترنت سواء عن طريق وسائل الاتصال سواء تيغو أو إرتيل أو حتى الشبكات الممتدة أرضيا، ممكن تمنعك من استحداث كل يوم البيانات. لذلك قلت في البداية أن تطور الصحافة في أي بلد مرتبط بتطور البلد نفسه. يعني حينما نتكلم عن مصر مثلا التي تعرف أنت جيدا، ظهرت صحيفة الوقائع المصرية منذ مئات السنين. اليوم في مصر هناك إمبراطوريات إعلامية في مصر، يعني الآن سواء في مجال الإلكتروني أو في مجال الورقي.
نحن طريقنا بسيط قصير جدا، نتلمس طريقنا نحو إيجاد حتى إعلام تشادي بمعنى الكلمة. والعوامل التي ذكرتها هي عوامل تسببت في عدم انتشار الإنترنت نفسها، وبالتالي هذه وسائل الإعلام التشادية هي جزء من هذا المجتمع، تعاني هذه الإشكاليات، لكن لا يمكن أن تبقى إلى الأبد تواجه هذه الإشكاليات، لابد من بحث حلول عملية للخروج من هذا المستنقع. جميل جدا. من حيث التحديث وتكلفة الإنترنت وكذا، هناك مواقع موجودة تحدث نفسها كل يومين وكذا، فما أعتقد هذه في إشكالية. أيضا هناك بديل آخر، وهو مواقع التواصل الاجتماعي، تستطيع أن تفتح لك صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي لا يكلف شيئا، وتستطيع أن تحدثه بالمعلومات. كبريات الصحف والمواقع الإلكترونية والجرائد والتلفزيونات عندها مواقع على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. وهي الأكثر تفاعلا، لأن الجمهور هنا يستطيع أن يتفاعل، يعلق ويشارك ويبدي رأيه أكثر من المواقع. صحيح. صحيح. وما رأيناه كثير من الصحف في العالم لديهم مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رغم ذلك لديهم أيضا موقع مستحدث، وموقع كل يوم يتم تجديد بياناته. لكن المصيبة اللي نحن الآن فيها، ممكن تفتح موقع ولكن تصبح غدا لديك معلومات تريد أن تدخلها في الانترنت ولا تجد انترنت تدخلها فيه. بالنسبة للأستاذ حسن، نحن تحدثنا بداية عن توظيف الانترنت في الجانب التربوي، وحضرتك تحدثت في هذا المجال، ولكن يرى بعض التربويين أن الانترنت أصبح يشكل خطرا بالنسبة لمستوى الطلبة، ما رأيك في هذا الكلام؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، الموضوع جميل سبق الأخ تحدث عنه، لماذا لا توجد مواقع بالنسبة للصحفيين أو مجلات بشكل عام؟ حقيقة في نقطة مهمة جدا، كما تحدث زميلي، بعض المؤسسات لديها مشكلة في الإمكانيات المادية، وبالتالي توظيف إضافة تكاليف أخرى خلاف التكاليف المعمولة في السابق، طباعة الجرائد وكذلك تصميم المواقع وإضافة البيانات على المواقع، هذه تكاليف أخرى. وبالتالي المواقع توجد نوعين من المواقع، مواقع ساكنة أو الثابتة والمواقع الديناميكية. وغالبا ما تكلف المؤسسات المواقع الديناميكية من حجز موقع، حجز مساحة من الشركات، من الشركات الكبيرة أو من الشركات الوطنية، فهذه تكاليف سنوية تدفع، وبالتالي بتحتاج إلى مدير لتقنية معلومات يخزن هذه البيانات، وإذن إضافة موارد صحيح. بشرية للمؤسسة، وبالتالي يكلف تحديث صحيح. الموقع. وده ما رأيناه في مصر، في مؤسسات إعلامية بأكملها جرائد إلكترونية بالضبط. ولديها فريق كامل متكامل، فده أيضا محتاج إلى جهود مادية. هذه طبعا لكل أسباب ممكن يحول بين جعل مواقع خاصة للمؤسسة، بأن تكون خاصة للمؤسسة الإعلامية. أشيد بموضوع أن بعض المؤسسات تستخدم الفيسبوك، لأن الفيسبوك مواقع تواصل اجتماعي بإمكان أي إضافة أو استحداث، بالتالي يصل للجمهور في أي مكان كان. الموضوع الثاني الذي تحدث عنه حول التخوف بعض التربويين من تدني مستوى الطلاب، أنا أتفق معهم، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن التقنية، حتى نستفيد من التقنية يجب أن نفهمها في المقام الأول. فتقنية الإنترنت بشكل عام دخل حديثا في بلادنا، ولكن لم نستطيع أن نفهم ما هي أهداف هذه التقنية، وبدأنا نخوض في تقنية الإنترنت والتطبيقات الداخلية ومواقعها وبرمجياتها الداخلية، مما جعل من الشباب الدخول إلى بعض المواقع وبحث عن مواضيع بحثية. بالتالي الموضوع البحثي عندما يكلف الطالب أو التلميذ في مؤسسة ما، يكلف الغرض كيفية كتابة البحث العلمي، وبالتالي الطالب من شدة استعجاله أو من شدة سرعته لتقديم البحث، ويعلم جيدا أن البحث في أغلب الأحيان المعلم لا يقرأه، وبالتالي يأخذ بحث من المواقع البحثية، محركات البحث، من الشيخ جوجل كما تقول، يأخذ نسخة حتى لا يعدل الاسم فقط،
يغير الاسم بس. اسم فقط يغيره ويسلمها للمشرف، والمشرف يقرا، واحيانا ما يقرا ويعطي للطالب درجه، لانه الغايه من البحث غايه درجه لاعمال سنه او اي شيء كان، وبالتالي هذا يسبب تدني في المستوى. لأن الطالب لا يقرأ. هم اقتحموا حقوق الملكية الفكرية. اقتحم الحقوق الملكية، والشيء الثاني لا يقرأ، والشيء الثالث لم يعتمد أسلوب البحث العلمي في كتابة الأبحاث. بالتالي المطلوب توجيه من الأستاذ أن الطالب أخذ بحث من الإنترنت، يقول لا، هذا البحث أنت أخذته يجب أن ترجع لأكثر من موضوع، حتى تجمع أكثر من بحث، أكثر من موقع، وبالتالي تأخذ من كل موقع جزء. أما أنت تأخذ من مكان واحد، وأحيانا يعني من المواقف الظريفة، طلبت من طالب بحث وقدم لي البحث من منتدى، وتعرف المنتديات عبارة عن لقاء مع مهندس مع كذا، وعبارة عن حوار. المقدمة كانت جميلة في نفس الموضوع البحث الذي طلبت من الطالب، ولكن بعد المقدمة حوار صحفي، لقاء ما بين مهندس والطالب، أخذ كل ما هو موجود نصفه، وأظنه ذاته ما قرأ الكلام حتى لو يقرأ، لأنه في حوار لأن عندما جئت وقرأته قلت للطالب هل قرأت هذا البحث؟ قال قرأته. أعطيت للطالب نسخة ويقرأه، قرأ وخير. قال الأستاذ والله وجدت هذا الموضوع المقدمة جيدة وأخذتها، وكان ما عندي زمن حتى أقرأ البحث. إذن بالتالي هذا يؤدي إلى تدني في المستوى. تدني في المستوى، محتاجين فعلا من الأساتذة أن يرتقوا في الجانب التقني. لأن الطالب يبحث عن المواضيع في جوجل، وجوجل في مجموعة من الآلاف الكتب، آلاف المواضيع البحثية موجودة، وبالتالي أخذها سهل، نسخها ولصقها واعطاها للاستاذ. يعني كونه ما الطلاب ما ببذل جهد، لا يبذلون ما جهد، ما ببذل جهد ولا بستخدم طاقاته الفكريه ولا العلميه، يعني بمشي جوجل بس خلاص البحث، بكتب عنوانه وبشيل انه بيجيب البحث بالضبط، بغير في الاسم بس، بغير في الاسم، وبالتالي هذا يسبب عدم امانه علميه. وايضا من الملاحظ ان البحث الماخوذ من الجوجل او البحث الماخوذ من الانترنت، لو الاستاذ دقق فيه وامعن النظر، يجد ان هذا اكيد لم يكتبه الطالب، لان فيه تعيين حتى المستوى. ايوه، مستوى لان مستوى التعبير، الالفاظ المستخدمه، المصطلحات المستخدمه تفوق مصطلحات الطالب، تفوق فكره الطالب. يعني بالضبط. طالب في بحث يمشي ياخذه من الانترنت ويجيبه الاستاذ ايضا من غير ما يقرا البحث دي درجه، دي عمليه خطيره جدا استاذ عباس. هو يعني هي قضيه حقيقية تؤرق فعلا مجال البحث العلمي، حيث أن أغلب الباحثين اليوم ليسوا سوى يعني مرتبين جيدين لأبحاث سابقة فقط، يعيدون إعادة الترتيب والتبويب وكتابة العناوين العريضة وتغيير الأغلاف من الخارج مع الأسف الشديد من خلال التقنيات هذه. وأنا أتمنى أن الجامعات تضع شروط قوية جدا على أساس أن أي طالب يضبط في حالة مثل هذه تعتبر تماما مثل حالة الغش أثناء الامتحانات، ويفصل هذا الطالب يعني من الجامعة أو يعاقب عقاب بحيث لا تتكرر مثل هذا العمل، لأنها تساهم في إضعاف المستوى. وغدا هذا الشخص الذي سرق رسالة ماجستير ولا دكتوراه وأصبح أستاذا جامعيا، ماذا سيعطي؟ اصلا هو اخذ ما البضاعه ليست بضاعته، هذا سرقه علمي. والامانه العلميه ركن اصيل من اركان العمليه التعليميه، لابد ان المؤسسات التعليميه سواء كان في المرحله الثانويه او في المرحله الجامعيه او ما بعد المرحله الجامعيه ان تشدد في هذه الناحيه. ومثل ما ذكر المهندس، الاساتذه نفسهم ان يواكبوا، يعني بمجرد القراءة، هو ذكر أن بعض المدرسين لا يقرؤون الأبحاث. صحيح. الطالب نفسه يأخذ شيء من النت لا يقرأه، لا الطالب يقرأ ولا المدرس ولا الأستاذ الجامعة يقرأ، وبالتالي بين الاثنين ضاع البحث العلمي وضاعت الأمانة العلمية وضاع العلم نفسه. وهي أظن رسالة يسمعها ويشاهدها الآن الأساتذة الأجلاء، نتمنى من السادة الأساتذة الأجلاء، إذا كان جاء أي طالب ببحث فليقرأه الأستاذ قراءة ويمعن فيه، كونه هل هذا البحث أكيد كتبه الطالب
أكيد أن البحوث التي تؤخذ من الإنترنت هي بحوث عادة يكتبها ناس كبار، ناس دكاترة، ناس متخصصين، وبالتالي في بعض الطلبة يلجؤون إلى هذه البحوث ويأتون بها ويأخذون درجات لا يستحقونها. فنتمنى من الأساتذة الأجلاء أن يدققوا في هذا الأمر. وعليه أصلا فلتكن الأبحاث نفسها أبحاث مرتبطة بالبيئة الجادية مثلا، بحيث الطالب يستطيع النت أن يأخذ الفكرة العامة من الأبحاث في النت، ولكن يضطر يذهب إلى الميدان لكي يجمع المعلومات بدلا من أن يأخذ كل حاجة ويعمل كوبي باست، يبذل شيء من الجهد. جميل. يعني الطالب عندما يبحث من الجوجل أو من مواقع محركات البحث ليس عيبا أن الطالب يبحث، ولكن المطلوب أن الطالب يقرأ. الغاية من الأبحاث في الجامعات وفي المؤسسات، الأبحاث البسيطة للمواد، الغرض من البحث أن الطالب يبحث عن هذا الموضوع ويتعلم ويزيد من معلوماته، ليس أن يقدم البحث كما هو. بالتالي صحيح. وأيضا في الانترنت وفي الآن في الموبايل في متناول اليد في مكتبة، يعني مكتبة موجودة في اليد، يستطيع الطالب أن يلم أكثر من بحث وممكن أن يقرأه ويجمعه بدلا من أن يأخذ أفكار الآخرين. ذكرت قبل فترة المثال هذا، مثال الطالب الذي غش في الامتحان وجاءته رسالة في التليفون لحل الامتحان، وفي نهاية الحل في جزء من النص مفقود، فكتب حتى جزء من النص مفقود في ورقة الإجابة نفس ما وجده. حاجة غريبة جدا. الكلام الذي بدأناه أستاذ عباس بالنسبة للصحف، ما زلنا نتحدث عن الصحف، في كثير من الناس تحدثوا كونه الآن الصحف أو مواقع الإنترنت أو الصحف عبر الإنترنت بدأت تهدد الصحف المكتوبة. هل حقيقة ممكن بعد فترة من الفترات أن تندثر الصحف المكتوبة نظرة لوجود الصحف الإلكترونية؟ نسبة، لأن ستقل نسبة من يشتري الجورنال أو الجريدة. في السابق كان في بعض المجتمعات التي طورت فيها ثقافة القراءة في الصباح مع تناول فنجان الشاهي تكون المجلة معه يقرأ أو الصحيفة يقرأ. الآن بمجرد ضغط على زر من أزرار التليفون تأتي كل هذه الجرائد في صيغة PDF، وأنت تقرأها وتشوف الذي يهمك وتمسحها من النت. صحيح. أكيد. بالتالي أنت لا تحتاج إلى أن تذهب وتشتري. مع أن حتى الصحف في العالم يعني ليست هناك جريدة تعتمد على المبيعات، إنما يعتمدون على الإعلانات وكذا. مع ذلك هجرة الناس للجانب الإلكتروني يقلل من الإقبال على الجانب الورقي. وبالتالي كل إذا كان أنا أطلع مثلا 1000 نسخة 100,000 نسخة ولا يعني تقرأ، الأحسن أنا أطلع نسخة إلكترونية بحيث أصبح متاحا في كل أنحاء الدنيا وتزداد نسبة المقروءية عندي، لأن الهدف هو الجمهور. فهذا التهديد الذي تواجهه الصحافة على مستوى العالم ليس هنا في الجزائر، طبعا احنا حتى لسانا ما وصلنا لهذا، مشكلتنا لسه نتحدث العالم تقدم، كان على مستوى العالم ان هذه مشكلة على مستوى العالم، ونوقشت في كثير من المنتديات حتى اخرها في منتدى دبي للإعلام في مايو بداية مايو الماضي، وستناقش ايضا في المؤتمر الدولي للصحفي للاتحاد الدولي للصحفيين بعد 3 أيام في فرنسا، يعني كيفية ايجاد بدائل، إما أن نواكب وإما نجد بديل آخر، وإما البديل الثالث هو الاندثار. فلا بد أننا نفكر جيدا في كيف نستفيد من هذه التقنية بحيث تعزز هذه التقنية وجودنا كمؤسسات إعلامية بدلا أن تهدد كيان الصحف. ما هو القارئ أيضا يقول لك يعني بدل الأخبار التي تنزلها في الجريدة هي نزلت أصلا قبل ساعات أو نزلت قبل يوم وإنت بتنزلها في اليوم الغد، وبالتالي لا فائدة فيها، ولذلك هو يلجأ إلى الإنترنت يكون أسهل من اللجوء إلى الصحف المكتوبة. وهذا يدعو حتى الصحفيين نفسهم إلى انتهاج قوالب صحفية أخرى، يعني الناس لا ترجع إلى الشيء المتاح، إنما أنا لكي أجذب القارئ أنا مضطر أنه أجري قوالب مثلا تحقيقات أو أشياء هو لا يجدها في النسخة. صحيح. لكي يجي إليه، وإلا إذا كان نفس البضاعة التي أنا عرضتها له هو يجدها عند غيري أو في وسائل أخرى فلن يأتي عندي. صحيح صحيح. أكيد. وكثير من الجرائد والمجلات الآن بدأت تأتي بأخبار مخالفة أو تحقيقات عميقة ليست متاحة في أو مخالفة لما هو في الانترنت إن صح التعبير يعني.
أستاذ حسن، أن إحنا تحدثنا كثيرا عن توظيف الإنترنت بالنسبة في الجانب التربوي وتوظيف الإنترنت بالنسبة للجانب الجامعي أو في الجامعات. هو الملاحظ هنا عندنا في تشات، أنا شفت جامعة آدم بركة لديهم الآن إنترنت متوفر لكثير من الأساتذة والباحثين والأقسام الموجودة في الجامعة، لكن لا أعرف هذا ما إذا كان موجودا في جامعة الملك فيصل أو غير موجود هذا الكلام. لكن هل توظيف الإنترنت في الجامعات يمكن أن يحل مشاكل كبيرة للأساتذة والباحثين؟ أول حاجة، أنا يعني بالنسبة للإنترنت أن يكون في المؤسسات التعليمية أنها ترفع من مستوى التعليم، أنا أضع سؤال: ما حوجتنا للإنترنت في المقام الأول؟ الإنترنت عبارة عن تقنية أو تعتبر يعني بوابة للدخول إلى المعلومات بشكل أكبر. نحن نحتاج المعلومات ونحتاج إلى بنية تحتية لهذه الشبكة. بالتالي دخول الجامعة للإنترنت بمعنى هذه الجامعة انطلقت إلى التقنية، فهذا أنا مخالف في هذا الجانب، لأننا نحن نحتاج في المقام الأول كما ذكرت سابقا عناصر التقنية بشكل عام 3 عناصر: والإنسان والمواد والأدوات. يجب أن نبدأ بالإنسان أولا، يجب أن نجعل فيه توعية فكرية في مجال التقنية، في مجال الإنترنت، توعية ذاتية تفاعلية بشكل كامل قبل أن نبدأ استخدام التقنية. نحن حاليا نبذل يعني إمكانيات وأموال طائلة في الجانب الثالث، الأدوات، نحن زي قلنا الإنسان والمواد والأدوات. نحن نكلف المؤسسة بوجود إنترنت بالفيصل وتكاليف تجهيزات معدات وأجهزة وإمكانيات ضخمة، ونسينا الطرف الأول الإنسان. نحن المفترض إعداد الكادر البشري قبل كل شيء. نحن الآن سياسة جامعة الملك فيصل حقيقة يعني بفضل قيادينها البروفيسور عبد الله بخيل صالح، ونقدم له الشكر والثناء في هذا المجال، أنه رؤيته في الجانب البشري في المقام الأول. كيف نستفيد من التقنية؟ عشان نستفيد من التقنية، نستفيد من الإنترنت، يجب تدريب الكوادر. تدريب الكوادر. الكوادر. بعد دربنا الكوادر، نبدأ الخطوة الثانية، المواد. ما هي المادة المطلوبة؟ وهي المعلومات. طبعاً ندخل الإنترنت، الغرض من الإنترنت الحصول على المعلومة. الإنترنت ليست إلا عبارة عن شبكة. صحيح. شبكة عالمية، والشبكة العالمية عبارة عن مجموعة من الأجهزة مرتبطة حول العالم. طيب، ما نحتاجه حقيقة نحتاج للمعلومات. إذن بالتالي إذا تم ربط جميع الكليات، جميع الأقسام، جميع المراكز في داخل مؤسسة ما، ووضعنا أجهزة ضخمة وجمعنا كل المعلومات التي لا علاقة بالكليات ولا علاقة بالمراكز البحثية، إذن بالتالي الطالب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى هذه المعلومات. صحيح. إذن ما يحتاج إلى دخول الإنترنت. نحن نعمل خلاصة كل المعلومات الموجودة في الشبكة، فيها الصالح وفيها الطالح. صحيح. ليس كل معلومة موجودة في الإنترنت هي معلومة ذات مصدر. صحيح. وبالتالي معظم الناس يقولون اذهب إلى الإنترنت وابحث في الجوجل، معظم يكتبون مصادر يكتب الجوجل. الجوجل ليس مصدرا. صحيح. وليس مرجعا. صحيح. بالتالي هذه أخطاء شائعة لكل الناس، ومعظم المدرسين يقول أنت مصدرك ماذا؟ تقول جوجل، يقول لك صح، لكن جوجل ليست مصدر، هي محرك بحث يرشدك إلى المعلومة، الجهة اللي فيها المعلومة. صحيح. وبالتالي الجهة إذا كان جهة بحثية، مراكز بحثية معروفة، بالتالي يكون مصدرا. أما في بعض الأماكن عبارة عن ليست جهة بحثية، عبارة عن شركات تحاول أن تقدم جانب إعلاني أو دعائي لمنتجاتها موجود، وبالتالي لا تأخذ مصدرا لهذا الشيء، لأن الجانب الدعائي والإعلامي فيها جوانب ليست لها علاقة بالأمان العلمية. إذن بالتالي ما نحتاجه فعلا ليس الإنترنت، نحتاج إلى بنية تحتية للمؤسسات بشكل عام، كل الكليات تربط بشبكة متكاملة، وهذه الشبكات ككليات الحاسوب يكون لديها جهاز سيرفر فيها كل المعلومات، لأنه حاليا بدأنا هذه الخطوة في الكلية. ماذا رأينا من خلال التباحث، ورأينا ما احتياجات الطالب؟ هل الطالب محتاج للإنترنت؟ طبعا لا،
ما محتاج الانترنت بشكل كامل، محتاج الانترنت عشان يصل الى المعلومه. صحيح. وفرنا قرابه 3000 كتاب في مجال التخصص العلمي، لانه الطالب دائما لديه مشكله مع حصول الكتاب، الكتاب ليس معلومه موجوده على المنتدى. صحيح. المعلومه الموجوده على المنتدى ليس مصدرا، ليس مرجعا، وبالتالي جمعنا كل الكتب ذات العلاقه في مجال الحاسب، الكتب الالكترونيه الالكترونيه جمعناها في سيرفر وعملنا لها موقع الكتروني لكن في مجال داخلي. بالتالي الطالب يدخل لهذا الموقع ويجد الكتاب وينزل الكتاب، وبالتالي لدينا موقع الكتروني يسمى منتديات في جامعه الملك فيصل، في جامعه الملك فيصل في كليه الحاسوب. هذه الفكره حقيقه اذا رايت ان تعمم لجميع الكليات، وكل كليه لديها جهاز سيرفر فيها مجموعه كتاب، اذا رايت اي كليه اذا جمعت 10000 كتاب فنكتفي. 10000 كتاب. جميل جدا. انتوا حاليا بتسعوا في توظيف الانترنت داخل جامعه الملك فيصل والاستفاده منه في الجانب في جانب المكتبات الالكترونيه. لا، انا اقصد مفهوم الانترنت هي عباره عن شبكه عالميه تربط جميع العالم. في شبكه اسمها الانترانت. الانترانت شبكه داخليه، شبكه للمؤسسه، لكن تعمل نفس تقنيه الانترنت. جميل. انت معلوماتك تكون في مساحه ضيقه تستطيع ان تتحكم بها، اما الانترنت لا تستطيع ان تتحكم لانه الانترنت مفتوح لعالم كل صحيح الناس. صحيح. اذا بالتالي ما نحتاجه فعلا في مؤسساتنا في 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 في, في الوقت الراهن الى معلومات نستطيع ان نتحكم بها، لاننا في 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 ضوء انتقال الى استخدام التقنيه. فانتقال التقنيه من بلاد الغرب الى بلادنا فانتقالها ليست كانت بجانب علمي، ولكن تجار استخدموا هذه التقنية وإدخالها إلى مؤسسات التعليمية. بالتالي نحن نحتاج إلى دراسة علمية لمفهوم انتقال التقنية. انتقال التقنية هي عبارة عن دراسة، انتقال التقنية كيف يتم الانتقال، كيف يتم توظيفها وكذا وكذا. إذا بالتالي استخدمنا انترانت داخليا. الانترانت عبارة عن شبكة داخلية جميع المعلومات توظف بالداخل، المهم يستفيد منها هم الموجودين في المؤسسة. بالضبط. بالتالي في ما يسمى التواصل الاجتماعي في الداخل، في ما يسمى بالموقع المتبادل، في الأخبار. جميل. في الأبحاث، تقديم الأبحاث كلها في الداخل. جميل. ده كبداية في بالنسبة لكم في على مستوى كليتكم. حاليا على مستوى الكلية هذه فكرة، وحاليا فكرة مطروحة الإدارة العليا وتبنتها، وحاليا حقيقة يعني تبنت هذه الفكرة أن تكون بنية تحتية على مستوى الجامعة. جميل جدا. خليها كفكرة نرجع لها. أستاذ عباس، لماذا ثقافة المنتديات شبه معدومة في جد؟ لأن في العالم المفتوح، في عالم الإنترنت، اليوم في هناك في منتديات عالمية، ناس من أوروبا، ناس من أمريكا، ناس من دول آسيا يلتقون في منتديات وحوار وتبادل معلومات، تبادل خبرات حول العالم، لكن هذا لو لاحظناه في جد شبه معدوم. لماذا الثقافة معدومة في الساحة الجديدة؟ لأننا حديثي أحد بالتقنية نفسها وبعالم الإنترنت وبمواقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس عوضت هذه المنتديات بمجموعات أكثرها على الواتساب الآن، على الإيمو، على فيسبوك وكذا، لكن على المواقع الإلكترونية منتديات كما في الغالب يعني تنتشر عند من هم في المهجر. حتى لو في شادين في المهجر في الغالب، لكن ثقافتنا الآن أكثر تتجه نحو منتديات أو مجموعات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا شايف أنه نحن جديدين يعني في هذا العالم. حتى نحن لو جديدين على ثنايا حديثك أو في ثنايا حديثك ذكرت كونه الفيسبوك أيضا كموقع بديل للمنتديات بدأ التشاديون أو الشباب التشادي أن يستخدمه، لكن من الملاحظ أن الشباب التشادي بدأ يستخدم الانترنت أو الفيسبوك بطريقة سيئة جدا. ترى فيه في المقالات أو التغريدات تراشق، دعوة إلى العنف، دعوة إلى العنصرية، في بعض منهم يفتحون صفحات على الفيسبوك باسم القبائل. هل الفيسبوك الآن فتحوه للقبائل العنصرية؟ طبعا لا، لكن هو سلاح ذو حدين، يعني مثل ما قال المحدث، وهو مثل أي وسيلة أخرى، إذا ما أحسنت استخدامها ستكون إيجابية، وإذا ما أسأت استخدامها ستكون سلبية. مثل الفلوس اللي في جيبك ممكن تشتري فيها حاجة كويسة وممكن تصرفها في حاجات مش كويسة.
علي، الحالات التي ذكرتها أنت الآن هي تنصب في مجال الاستخدام السيء للإنترنت، ولذلك يعني الكثير من مراكز الأبحاث والمتخصصين يعني وحتى القانونيين تحدثوا حول هذه المشاكل، من بينها تدخل في إطار الجرائم الإلكترونية، من بينها السب والتشهير، أن واحد يستطيع أن يفتح صفحة باسم مستعار ويشتم ويشهر وحتى ينشر أخبار كاذبة، أحيانا تمس بأمن المجتمع، وأحيانا تمس بشخصيات وغير ذلك، يعني أحيانا تضلل الرأي العام. صحيح. فهذه من السلبيات التي نعاني منها، هي لذلك في البداية قلنا الإنترنت هو الشر لابد منه. فالإنترنت يحتاج إلى ضبط، لكن كيف نستطيع أن نضبط الإنترنت؟ كيف نستطيع أن نضبط استخدام الإنترنت؟ إذا كان يعني كبريات الدول تعرضت أو تعاني من اختراق لمواقعها الإلكترونية ولمنظمتها الإلكترونية، وأصبحت حياة الملايين من البشر معرضة للانتهاك خصوصيتها، فهذا التساؤل الكبير الآن يدور في أذهان الباحثين والمختصين في كيفية وضع حد لهذه الحرية، يعني هذا الفضاء الذي اتخذه الناس مجالا لتصفية حسابات وتشويه الناس والتشهير والتضليل كما قلنا، وهذا يدفع أيضا إلى مراجعة القوانين. مثلا إحنا في كندا عندنا قانون الإعلام، قانون النشر، لكن هذا القانون غير مواكب، يعني لا يتناول بالتفصيل جرائم النشر الإلكتروني. سابقا إذا شخص كتب مقالا أو تقريرا كاذبا في جريدة من الجرائد أو في صحيفة من الصحف، الإجراءات واضحة، المسؤول الأول هو كاتب المقال، المسؤول الأول هو مدير النشر وكاتب المقال، إذا تعذر الوصول إلى مدير النشر نص يعني الناشر، إذا لم نجد الناشر المطبعة، إذا ما جانا المطبعة الموزع، هكذا رتبت المسؤولية الجنائية في القانون الصحافة. والجرائم أيضا حددت، القذف والتشهير والتي تنشر عبر وسائل الإعلام وكذا. الآن أين سنجد المجرم هذا لكي يمثل أمام القضاء وهو اتخذ اسما مستعارا وبصفحة مستعارة وبمعلومات مضللة ونشر ما نشر وهو غير معروف؟ وهو غير معروف. أظن يشير إليه المخرج أن الوقت انتهى، ممكن تسرع في الحديث بس نكمل هذا الجانب. بالنسبة لنا نحن هنا في تشاد، أنت بصفتك أيضا من الشباب المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، ما هي نظرتك بالنسبة للشباب التشادي لاستخدام الفيسبوك بحد ذاته أو وسائل التواصل الاجتماعي إن صح التعبير، استخدام لها؟ في استخدام يعني جيد وفي استخدام سيء كما ذكرنا الآن قبل قليل. في مجملهم يعني نستطيع أن نقول قلة هي التي تستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك وغير ذلك في أشياء مفيدة للحوار وتبادل الآراء وكذا، قلة، وينشر زي ما ذكرت أشياء تمثل العنصرية والقبلية وشتم وكذا غير ذلك، وهم أنواع، في من يأخذ أشياء الآخرين وينشرها من غير أمانة، يعني في أشياء كثيرة. جميل جدا. كلمة أخيرة بالنسبة للشباب التشادي واستخدامات الوسائل التواصل الاجتماعي في طريقة سيئة كما قال الغالبية منهم، فلنقول صادقين، الغالبية من الناس الذين يستخدمون الفيسبوك يستخدمونه في طريقة الشتم، السب، العنصرية. طيب، أو وصية تقدم للشباب أخيرا؟ حقيقة أقول للشباب الفتنة أشد من القتل، فاستخدام التقنية يجب الانتباه إلى المصادر المعلومات، فدخولك إلى الفيسبوك وجدت معلومة تعلق مباشرة في التفاعل، فهذا يؤدي إلى زيادة في الفتن وزيادة في المشاكل، وبالتالي نطلب من الشباب التمعن قبل الحديث، وبالتالي عملية الحوار وعملية التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي يجب المكوس والبحث عن المصادر المعلومات ثم البدء في التفاعل، ونتمنى من الجميع إن شاء الله التوعية والثقافة الكثيرة في مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. جميل جدا. الأخيرة هي الشباب أن يدركوا أن هذه وسيلة، وهذه الوسيلة تحتاج إلى ضبط، عدم استخدامها لإساءة الآخرين، عدم استخدامها لتشويه سمعة الآخرين، عدم استخدامها لإذاعة الفتنة في المجتمع، وكذلك التثبت والتأكد من مصدر الخبر
وبالتالي الأمانة في نشر ما يتم نشره. شكرا. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي تناولنا فيها استخدامات الانترنت في تشاد. ومن الملاحظ في توظيف الانترنت في الجامعات أو طلاب الجامعات، كثير منهم يلجؤون إلى الانترنت في أخذ البحوث الفصلية أو بحوث التخرج، وهذا أمر مشين وأمر سيء. وعلى الأساتذة في الجامعات أن ينظروا إلى هذه المصيبة أو الكارثة. أي طالب جاء ببحث يجب التمعن وقراءة هذا البحث قراءة دقيقة، والاستفسار من الطالب هل هذا الشيء كتبه أم نقله نقلا من الشيخ جوجل. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ حسن عبد الله بكر، أستاذ باحث في جامعة الملك فيصل وعميد كلية العلوم والتقنيات الحديثة. شكرا أستاذ حسن. كما أشكر ضيفي الثاني في هذه الحلقة هو الأستاذ عباس محمود طاهر، إعلامي والأمين العام النائب لاتحاد الصحفيين التشادي. شكرا أستاذ عباس. أشكركم على حسن المتابعة. سنلتقي بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايتي.